فكنت زمان اكتب شيء يعني كسرات، هذه يمكن تعرفوها، كسرات زي المفردات كذا. حبك يعني البحر، الهدوء، الرومانسية، أحب الأجواء دي. أنا كذا طبيعتي أحب الشيء ده. فلقيت نفسي إن أنا في المجال ده كان عندي دفتر زمان كده إيش أكتب فيه، أكتب مفردات، أكتب خواطر، أحب الموضوع ده. واحد من أصدقائي قال لي يا أخي أنت عندك كلام جميل، عندك وصف جميل، يعني ليش ما تعمل، يعني ليش ما تتعامل مع فنانين وكذا؟ قلت والله ما جاء في بالي الموضوع ده أصلاً. يعني مرة من المرات فنان مرة كبير قابلته في مناسبة، قلت له فلان أنا أحبك ترى مرة ومتابعين وكذا، فهو تعامل معايا تعامل واحد من المعجبين، أهلاً 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 تفضل، يعني زي اللي يقول يلا توكل على، فاهم؟ فبرضه الموضوع ذا أكل في خاطري شوية، إنه ليش كذا يعني همشني. فأكلت في خاطري، سويت أروح كذا وأجي وضايق صراحة وزعلان، وسوالي إحباط، وهذا درس لازم تفهمه، الإحباط هذا أنت مقابله عشان تتعداه لازم يكون عندك طموح وتفاؤل. وحتى لو حوالينا قال لك يا شيخ أنت مين حيغني لك مدري، هذول أبعد عنهم على طول، السلبيين دول في حياتك أبعد عنهم على طول، جنبيهم وروح للإيجابيين اللي يرفع منك، اللي يقول لك روح وسويه أمشي مع ده، لأنه هذا اللي حيرفعك لفوق. المهم تلف الأيام وأطلع الحج، فكان من ضمن الحملة حقت الحج كان الأبواب حقت الخيم مكتوب فلان وفلان وفلان، فلقيت اسم عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد أنا أحبه شخص، هو فنان قدير، فطبعاً فضول كذا، طبعاً كنا في منى خلصنا ولبسنا ثيابنا وخلاص وباقينا يومين ونرمي ونرجع، فقال له بشوف عبد المجيد عبد الله هو خارج هو داخل، فأستنيته لين خرج وجيت كذا تكلمت معه، أستاذ عبد المجيد كيف حالك؟ أنا وسيم، أنا فلان، أنا أحبك ترى، والله أهلاً. صراحة كان تعامله معايا غير الفنان هذاك اللي شاف نفسه معه، لدرجة قال لي تعال جوا عندي في الخيمة واجلس نتكلم. فقلت له أبو عبد الله أنا أكتب كذا كلام وكذا ودريز، الله والله يلا سمعني، لقيت إنه في تجاوب حلو، والله أنا هو يكلمني كأني بحلم أصلا يعني، فاهم؟ فسمعته نصه كذا عجبه، قال لي حلو، قال لي خلاص هذا رقم مدير أعمالي فلان، بعدين أرسل له زي كذا القصائد وإن شاء الله نتقابل في جدة وكذا. أوكي مشت الأيام وكذا، قلت شكله عبد المجيد زي اللي قبل صرفني فناني بس يصرفه يعني. فبعدين دق عليه مدير أعماله، السلام عليكم أستاذ وسيم كيف حالك؟ أنا فلان مدير أعمال أستاذ عبد المجيد، في نص أنت كتبته كذا كذا اسمه القلب الحنون، عجب أستاذ عبد المجيد، بنبغى منك تنازل. حلو يكلمني عارف تعمل ممكن تحلم إنه من جد واحد صاحبي يقول لك يبغى، وقال لي لا حينزل في الألبوم الجاي لأستاذ عبد المجيد. فكانت بالنسبة لي فرحة، كانت هنا البداية. جلست كذا مع نفسي بعد ما سويت التنازل، قلت يا الله أنا لي كم سنة أدور وأروح لهنا وأكتب، ما فيجيك عبد المجيد فنان كبير إنه كذا. بدأت الناس تعرف وسيم وكذا، شوية ألقى اتصالات من بعض ناس حوليني يقول والله الفنان الفلاني بيجهز ألبوم، إيش رأيك تعمل له أستاذ طلال سلامة؟ قلت له أوكي عندي نفس كذا، رحت قابلت أستاذ طلال سلامة سويت له نص، رحت للفنان اللي بعده والفنان اللي بعده والفن، سبت اللهم لك الحمد والشكر من فنان لفنان لفنان، بدأت مع الكبار. يمكن هذه قصة غريبة، إن عادة يقول لك واحد يبدأ من أول السلم، لا أنا بدأت مع فنانين كبار، بدأت مع عبد المجيد عبد الله، محمد عبده، طلال سلامة، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، كلهم هذول أنا بدأت معهم من البداية.